السلام عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا واحد 508 كانت وقعت لها اكسيدون هنا قدام كما كتشوفوا هنايا كتبان لك هنايا هذاك الشيء بالصباغه تما. اذا ملي وقعت لها اكسيدون هنا هاد الخيط هادو كانوا دقدقوا وبدلوا الفيس. ملي بدلوا الفيس هنايا هاد الخيوط هادو ديال هادو مركبوش هادو هاد الخيوط هادو ديال السيستم ديال السيستم ديال الساسيونمون ما خدامش. اذا السياره معك سيده فيها بزاف ديال المشاكل ومن هنا كنفتحوا قوس هو ان ملي كتكون شي كسيده في السياره قدام الله راه بزاف ديال السيستمات كيتقاسم بزاف ديال الانظمه اللي كتكون قريبه للجهه ديال الاكسيدون كتقاس. بحال دابا هنا ضربنا النظام ديال السيستم ديال لاسيستونس ديال الساسيونمون تقاس وتقاس لينا حتى في الموتور. كانت دخله داخله شويه وجيت الموتور مشى الموتور وشو مشى الموتور وتقاس لينا واحد الرولي ديال السيستم ديال ستار ستوب حتى هو تقاس. هاد الرولي هو هذا يلاه جنا واحد ونشوفو ان شاء الله في الديفو اللي كيطلع نشوفو الديفو اللي كيطلع. اذا هاد الرولي هو هذا هذا داير بحال الرولي ديال لي بوشي دو بريشوفاج ولكن هو هذا الرولي ديال ستوب ستار. هنا نشوفو هذا هو الديفو اللي كيطلع ديالو في ليكرون هذا هو الديفو اللي كيطلع. اذا هذا راه هو هادي اللي كتكون هنا لتحت كتكون مخبيه تما مخبيه من تحت هنايا تحت من هاد الباتري من تحت. اذا حنا دابا غنديرو اول حاجه غنشوفو نصاوبو هاد الخيوطه ديال الساسيومون. اذا الخيوطه ماشي ساهلين خاصنا نمشيو نرجعو اللور نرجعو كالكيلاتور ديال الساسيومون جبدوها باش نقلبو الخيوطه خيط بخيط. اذا كما تشوفو الاخوان حنا شينا اللور ديال السياره وهذه هي الكالكيلاتور كما كتبان لكم. هذه هي الكالكيلاتور ديال باك رادار لا اسيستونس ساسيومون. اذا دابا عندنا مشكله خصنا نقلبوا دوك الخيوط اللي مقطعين خصنا نقلبوا من قدام حتى اللور نعبروا من لا ريزيستونس وغنتبعوا الشيما باش كل خيط يمشي للبلاصه ديالو. ضروري خص كل خيط يمشي للبلاصه ديالو. اذا كتحل حتى هنايا ملي كتبقى في مور السياره كتجي للجهه ديال الجهه ديال الشمال كتلقى كالكيلاتور هنايا ديال لاسيستونس ديال الساسيونمون. اذا دابا غنمشيو لقدام ونشوفو نعبرو خويطات من اللور حتى اللور. اذا الاخوان في الحاله ديال السياره هذه ضروري غنحتاجو نخدمو بالشيما الكتريك. اذا مايمكنش تخدم بالخيوطه غير هكاك لان الالوان مختلفين والفيشات التلفيشات ما بقاوش الفيشات الاوريجينال باش نلصقوا اللون مع اللون يعني في كلشي مختلف. اذا ضروري خاصنا شيما الكتريك. اذا غندخلوا 508 اذا 508 غندخلوا اللي ما بين 2010 و 2016. بالنسبه للكود موتور كما تشوف الاول ديال الفيديو البي اش زد ندخلوا لهاد الموتوريزاسيون هادي نمشيو للالكترونيك نمشيو لاسيستونس او ستاسيونمون. ندخلوا لاسيستونس دو ستاسيونمون وغادي نعزلوا هاد لابارتي الاولانيه هادي. اذا ضروري الشيما الكتريك لان السياره 2017 ضروري الشيما الكتريك. اذا نجبدوا الشيما جلوبال. اذا الاخوان هذه هي الشيما جلوبال. هذه هنايا اللي الوسط هذه هي الكالكيلاتور ديال ستاسيونمون. اذا الكالكيلاتور ملي كنشوف هنا واحد الاناليز هنايا كيبان لك هنا ا وكيبان لك هنا بي كاين هنا ا 3 ا 2 ا 10 ا 15 و تيبان لك بي 5 بي 2 بي 16. اذا من خلال هاد ا و بي كيتضح لك بان هنا كاينين جوج ديال الفيشات كيتضح لك هنايا بان كاينين جوج ديال الفيشات. اذا كما كتلاحظوا هنايا اذا هنا كيتضح لينا بان كاينين جوج ديال الفيشات في هاد الكالكيلاتور هادي. وكنلاحظوا حاجه اخرى هو ان هاد لي كابتور ديال الساسيونمون القدام راه تيكونوا 6 ديال الكابتورات واللور تيكونوا 4 ديال لي كابتور.
اذا حنا غنش لا بارتي اللور ما فيها حتى شي مشكل لان لاكسيدون كانت من القدام. اذا حنا غنشوفوا هاد لا بارتي القداميه. حنا ملي قلبت الفيشات لقيت بان الخيوطه اللي مقطعين هما الخيوطه ديال الكابتولات بستة. اذا الخيوطه اللي مقطعين هما الخيوطه ديال الكابتولات بستة. اذا من خلال الشيما كنلاحظوا هنا بان الكابتولات كيتشاركوا في واحد الخيط اللي كيمر هنا من الواحد كامل. اذا كاع الوحدات كيشاركوا في خيط واحد. كاع دوك الفيش ديال الكابتول كتلقى فيه ثلاثه ديال النوامر، فيه الواحد والجوج والثلاثه، وكاع لي نيميرو ان كلهم كيتشاركوا، كلهم مشاركين، وكيمشيو كاكيلاتور في النمره الاطروه. وكنلاحظوا ايضا ان النمره رقم جوج حتى هي عندها علاقه مع كاع الكابتولات، وكيتجمعوا كاع الجوجات وكيمشيو الاجوج. وكنلاحظوا بان الطروه هو اللي كل كابتول كيصيفط السينيال ديالو للكاكيلاتور. هاد الكابتول الاولاني كيصيفط في الا10، والكابتول الثاني كيصيفط في الا15، والكابتول الثالث كيصيفط في الا12، والكابتول هاد الرابع كيصيفط في الا13، وهاد الخامس كيصيفط الا14، وهاد السادس كيصيفط الا11. اذا هادشي اللي كيبان هنا في الشيما. ولكن فهاد السياره هادي واخا حنا داخلين بالبي اش زد، لاحظنا بان الشيما كاين هنا غلط بالمقارنه مع السياره، حيت هاد السياره هي البي اش زد. لقينا بان الشيما كاين فيها غلط هنايا، اللي الواحد مزيان مثل الوحدات كاملين عندهم علاقه مع الاطروا، اما فيما يخص طروا وجوج مقلوبين في الشيما. اذا طروا وجوج مقلوبين، اذا اللي مجموعين كاملين هما طروا اللي مجموعين كاملين وكيمشيو الاجوج، اما جوج فهما مقلوبين هنايا، يعني خاص يكون هنا جوج ولا طروا. اذا هادشي اللي لاحظنا هنا، لاحظنا بان الشيما فيها غلط، لان مادام انا الموتور بي اس زد خاص ما يكونش فيها غلط، ولكن الشيما فيها شي غلط هنا. اذا شنو درنا حنايا؟ درنا حنا هو ان قلبنا درنا الكاكيلاتو. دابا فين كاين المشكل هو ان الكاكيلاتو ديال الستاسيون مكاينه اللور في الكوفر، ولكن الفيسو كاين القدام. اذا خدينا واحد الخيط، حنا غنشوفوا كيفاش درنا، نشوفوا البراتيكمو كيفاش درنا. اذا خدينا حنا واحد الخيط، خدينا واحد الخيط وخدمنا على بالنسبه للطروا اللي قلنا مقلوبين، خدمنا على الطروا كنعبروا ما بين هنايا وما بين مثلا. دابا مثلا كنعبروا كنمشيو كاكيلاتور كنخشي واحد البلاصه تما فيها خيط في الاديس، وكنجيو تما لجهه الفيسو وكنقلبوا على الخيط فينا هو، كنقلبوا عليه فينا هو. ملي كنلقاو الخيط هذيك الساعه كنمشيو للفيجي الكابتول كنحيدوه، وكنعاودوا نعبروا الكونتينتي ديال الفيش حتى لهاد الملاقيه هنايا. ودا حنا غنوريكم في البراتيك كيفاش قمنا بالعمليه. هي العمليه شويه كتحتاج واحد كتبغي واحد شويه ديال التركيز، لان ما سهلاش. وهذا هو المشكل اللي كان هنا، كان الخيوطه كاملين ديال لي كابتول مقطعين كاملين. وهنا لاحظوا البا مزيان بان الكابتول هذا كيتاليمونطي، الكابتول هذا راه كاكيلاتو كتاليمونطيه من واحد وكتاليمونطيه من جوج غير من خلال الشيما، اما في السياره راه كاين تما داكشي مقلوب. إذا كاكيلاتو كتاليمونطي هاد الكابتول من الواحد ومن جوج، وهو كيبدا يصيفط السينيال من طروا، وشاك كابتول كيصيفط السينيال ديالو. إذا حنا في هاد البريكول هذا ما قصناش هادشي هنايا، ما لحقناش هادشي ديال الكان وديال الآخر، لأن داكشي ما بقيوش. كان عندنا مشكل غير في الكابتولات ديال القدام، وتا الكابتولات ديال اللور تا هما راه نفس الخدمة، اللي كاينة. إذا دابا غنمشيو إن شاء الله للبراتيكمو ونشوفو داكشي كيفاش خدام. وان دابا حنا غنبداو نعبرو الكونتينيتي ديال الخيطين مقطعين، غنعبرو الكونتينيتي. اذا شنو كنستعملو؟ كنستعملو الخيط هذا طويل، هذا خيط طويل غنستعملو، غنستعملو المقدمة ديال السيارة والميتريكسات كنت من القدام، وهنا غنخدمو على اللور، لان هذا كيتو ديال هاد الطاك راه كاينة اللور. اذا شنو هنايا معنا؟ نخرج شوية الكاميرا هنايا، جي هنايا. اذا بقى نسمع واحد مخلنا واحد هنايا لاتيرال افون دروات، هذا هو الفيش اللي كنخدمو به هنايا. اذا هنا عندنا 11، هذا الفيش فيه من 1 2 3 4 5 11 12 20. نمشيو قلب لنا 11 مثلا، 11 كنخشيه هنايا، 11 هي هنايا كنخشيه هنايا. هانتوما كيما كتشوفو خشيو الخيط هنايا. غنمشي دابا نقلب على الخيط، نقلب بين البلاصه ونقطع. هاد العمليه كتمر بجوج مراحل، اجي هنايا
إذا طرف آخر، طرف آخر ديال الميتريكس ديال الميتيمتر، طرف آخر ها هو هنايا. غنجي نشوف فين عندنا. إذا كما كتشوفوا الإخوان، إذا هذا هو كتسمعوا لي الصونات ديال الميتيمتر، إذا هذا هو الخيط، الخيط اللي في 11 كاكيلاتو ديال كاكيلاتو ديال الباك رادار، هذا هو الخيط كنشدو وندير ليه واحد العقدة باش نعقلو عليه. إذا المرحلة هنايا انتهت، ولكن دابا شنو غنديرو؟ دابا خصنا نمشيو نشوفو نقلبو، نقلبو هنايا الإكستيريو اللي كاين هنايا. إذا غنمشيو عاوتاني نرجعو لله، غنمشي نجيب الخيط اللي كيتزمن في البيع. إذا الدروات شوف هنايا معايا، إذا الدروات كاين هنايا، باك رادار الدروات لاتيرال هو هذا. كنمشي للنمرة رقم جوج لأن شي مغالطة، ها هي جبتيها هنايا. غنمشي دابا نبدا نقلب عليه في الفيسو، الفيسو اللي كاين في وسط الباشو. نمشيو عاوتاني هنايا، عندي هنايا جوج خيوطة. إذا الخيط هو لقيتو هنايا، إذا هاد الزق، هذا الزق اللي يجي من الباشو اللي يجي من الباترادا من الكاكيلات من اللور، هذا غيجي ويتبرونشا، يتبرونشا مع هذا اللي غادي للطرف ديالو. شحال شاط؟ لهنا في الاخر شاط لينا واحد هنايا، هاد الواحد لي شاط غنبرونشيو اوتوماتيكمون مع داك لي شاط. غنشرحو الشيما، غنشرحو الشيما داكشي كيفاش خدمنا فيه. إذا كتلاحظو هنا بأن عندنا بجوج الخدمات، وخصك تبان بأن باك رادار، كاين باك رادار لي تيكون هو لاتيرال، وكاين باك رادار لي تيكون افون، هذا معناه افون هذاك لاتيرال غوش، وهذا افون غوش، وهذا افون انفيريور غوش، هذا افون انفيريور دروات، وكاين دروات، وكاين لاتيرال دروات. دابا ندوزو العملية ديال السكوتش، غنسكوتش بالشير.